تأخر الوقت، ما أعتقد أتأخر، بس كلمتك ذكرتني بأمي الله يسكنها جنات النعيم 2009 لما قلت لها حروح مع أولادي أدرس، قلت لي هو يوم شاب ودوا الكتاب، قلت ليش يما يعني حلو الدراسة وأتعلم مع عيالي كذا، قالت عساك ما تنجحين وعسى عيالك ينجحون. فكان كل ما يكون عندي اختبار أكلمها أسكن جنات النعيم، يما ادعي لي، قالت لا ماني دعيت لك، إن شاء الله يا رب ينجحون عيالك وأنت تسقطين. أخلص الاختبار أكلمها، قلت لها يما دعيتي لي صح؟ فتسكت. قالت لي في أم تدعي على بنتها؟ وفاء هيبط فنانة النحت والمجسمات. هذا نوع الرمل نخلط معاه تمر وسكر ونسيحه عشان يذوب ونقدر نسوي منه الموديل المول. الحين شوفوا الحين نرجع نسخنه مرة ثانية. يلا. كل ما يبرد نرجع نسخنه، كل ما يبرد نرجع نسخنه تقريبا من 3 إلى 4 مرات عشان يمسك المولد يصير الخالق مرة كويس. أعتقد كلمة أمي اللي من وراء قلبها كانت دائما تقول لي سوي بنيتي سوي بنيتي، بس بطريقة نجد اندايركت، لأنه إحنا عندنا مقولة هنا إذا مدحت ولدك بيخيب، إذا طبطبت عليه يصير سايح، فكانت هذه فلسفة أمي. يعني ما انتهت الحياة أو ما تأخرت، هي الفرصة ما جتني لما كنت صغيرة، ساعات أقول كذا لنفسي، بس أقول لا، اللي تعلمته في هذيك الفترة لما كنت مدرسة رياضة أطفال، بعد لما صرت مدربة تطوير ذات، بعد لما صرت محاضرة في سلوكيات التعليم، كانت مراحل واستمتعت فيها وأنجزت فيها، لكن الآن مرحلة ثانية وفرصة ثانية، وهذا دليل دائما أقول الإنسان لازم يغتنم الفرص. فأنا فرصتي كانت أن أنا برا مع أولادي وأدرس تحت إيدين متخصصة، فهذه فرصة يوزت ولا لوزت، ما استفيد منها ولا أخسرها. Just the white. Yeah. And the quit everything in the green, even the yellow. What about the outer size here? No need. The box size? Yeah, the box 25 by 25. Okay. الفن ما كان هو رسم بالنسبة لي، الفن كان كل شيء، يعني كنت أحب الفن بالمكياج، بالشعر، كنت أسوي كل بنات العيلة يعني أزينهم شعرهم ومكياجهم. أحب أطرز على الملابس، أهتم بترتيب يعني الأكل، السفرة، تزيين الكيك، كل هذه الأشياء يعني، فأعتقد هذا كله يدخل تحت إطار الفن. يعني الفن موجود معي بس ما كنت أعرف كيف أقوله أو كيف أسويه، لحد ما أخذت التعليم اللي صقله وطلع بالشكل هذا يعني الحمد لله. أنا من 2009 إلى 2016 خارج السعودية، وما لي أي علاقة بالفن ولا أعرف الوسط الفني، وفنانين كثير ما كنت أعرفهم لحد ما رجعت. كانت البداية صعبة، رجعتي يعني كانت بعدها وفاة أمي الله يسكنها جنات النعيم، سوت يعني فراغ كبير بحياتي، انسحبت من كل شيء بالحياة، وكان عندي خيارين، يعني إما أنطلق وأوري الناس الفن اللي أنا جايبته، إما انسحبت. فبديت أول معرض لي في البجيري
عملت معرض وكان Power of the Name اللي هي قوة الاسم، كانت 99 قطعة لأسماء الله الحسنى ثلاثية يعني الأبعاد. المحرك في أي مشروع للفنان إما رهبة أو رغبة، يعني إما أنا بعلم شيء، بوصل شيء، أحكي عن شيء، أو إني أحكي عن ألم أو عن خوف، فكان هو هذا المحرك فيه. أنا بنت هذه البلد، أعرف ماضيها وأعرف حاضرها وأعرف مستقبلها، أعرف كل كلمة تنقال كيف يسوى منها آرت. اللي مش من بلدي ما حيعرف يقرأ تاريخنا، أو حيقرأ اللي مكتوب بس مش اللي عاشه. الشعور أنك تعبر عن شيء هو أقوى سلاح أنك تشتغل عليه، لأنه ما حد يقدر يدافع عن أرض إذا مش أرضه، فما حد يقدر يدافع عن شيء هو ما يملكه. أنا أملك تاريخ هذا الفن، أنا أملك ماضي هذا الفن، أنا أملك روح هذا الفن، أنا أملك طبقات الصخور اللي هي موجودة. بديت ألاقي نفسي أكثر. هذه ترجمة يعني أنها ما تأخر الوقت. أنا مو من جيل الرؤية، لكن أنا وقريناتي من حمل وربى ورضع جيل الرؤية. أنا اللي ميزني عن قريناتي إن أنا درست مع جيل الرؤية وتباريت مع جيل الرؤية، تنافسنا على المقاعد وأخذت المقاعد الأي عنهم، تنافسنا على الإنجاز، جينا أنا وجيل الرؤية بنفس المسار، وكأن الرؤية تقول هي للمنجز وليس للعمر، وأنا منجز، أنا والرؤية واحد، أنا والجيل المنجز الآن واحد، وأنا ترجمة إنه ما تأخر الوقت.